ركوب الموجة ومسايرات العصر، هكذا وصف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشاط المترشحين للرئاسيات الذين اختاروا الترويج لبرامجهم وحملاتهم الانتخابية عن طريق الإعلام البديل كالفيسبوك. الأخير أضحى منافسا شرسا لوسائل الإعلام التقليدية. بعض المترشحين اختاروا هذا النهج عن طريق إنشاء تطبيقات إلكترونية على الهواتف المحمولة تحمل برامجهم الانتخابية وسيرهم الذاتية. هو يعني هذا الفريق الإعلامي عنده اجتهادات في كيفية نصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. طبعا الآن جزء كبير من المجتمع الجزائري يستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك جاء هذا التطبيق وفيه أيضا مشاريع أخرى يعني بالتوازي من أجل إيصال برنامج مترشح لأكبر عدد ممكن الناس والحصول عليه بسهولة، وثانيا من أجل استعماله وحتى في إرسال رسائل للجمهور الجزائري، يعني أهم هدفين في هذه المرحلة. منجرينا ليس وحده من أنشأ هذا التطبيق، هنالك مترشحون آخرون سلكوهم أيضا نهج التكنولوجيات الحديثة لاستمالة أصوات الناخبين، تحمل بالإضافة إلى البرامج كلماتهم خلال تجمعاتهم الشعبية. مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الحديثة أضحت ضرورة حتمية والطريقة المثلى لأي مترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل بعيدا عن التجمعات الشعبية والاتصال المباشر. مترشحون وجدوا في هذه التطبيقات الأمل في إيصال رسائلهم وبرامجهم الرئاسية إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين.